انا قلبتها دابا شفت واش لاصقه ولا لا. هي هذه الكتابه ثم كتشوفوا كيفاش كتجي عامره من الجنيبات. خليكم معايا ما كتشوفوا كتجي عامره من الجنيبات. يا سلام. ايوا البنات جربوا هذا الكيك هذا ديال الخوخ اللي بلا دقيق بلا خماره وردوا عليا البنات وعارفيني اش كنعطيكم. انتما كتشوفوا كيفاش كيجي عامر وانا اللي غادي ندوق لكم ان شاء الله وتثقوا فيا. يا سلام. انا غادي ندوق بالصحه والراحه. جربوه ما تنساوش لايك وجيم باش توصلوا باي جديد. بنين البنات. السلام عليكم البنات. كما كتشوفوا قدامي الخوخ بغينا نعوضوا اليوم واحد الكيك ديال الخوخ كيم بلا دقيق بلا خمارات بلا حتى شي حاجه. غندير البنات الخوخ غنديرو يطيب 5 ديال الدقائق فالمقلاة ان شاء الله. غادي نقطعو كويا طريفات كويا ونمشي على هذا الخوخ. عندي مغسول انا درت 4 البنات لان عندي الخوخ قليل عندي صغير سمحوا لي عندي صغير داكشي علاش. غنكمل نقطع هادو ونخليكم معايا البنات. انا بعد ما قطعت الخوخ ديالي غنزيد عليه نص عشقه ديال القرفه البنات ونص عشقه ديال الزبده البنات وغادي نديرهم يطيبوا شي 5 ديال الدقائق. راه لا بغيت ديروها بالتفاح ولا بالخوخ الخضره اللي عندكم ان شاء الله الديسير اللي عندكم ان شاء الله. خليكم معايا نوجدوا المقادير البنات. كما كتشوفوا هذا الكيك غنحتاجوا ليه 5 ديال البيضات 100 غرام ديال السكر سنيده وكيبقى الذوق على حساب العائله وعندي 200 غرام ديال الكاوكاو البنات. علاش درت كاوكاو؟ على حساب البساطه وانا كنموت على البساطه وما كيديروا الناس حتى اللوز اللي بغى كل واحد واش اللي بغى لي خاطرو. دابا البنات نتوما بقاو معايا. كما كتشوفوا عندي البيضه كيفاش غادي ندير كاع بخمسه. هنايا غندير الابيض ديال البيض خاصني نستي البيض بوحدو البنات ما عرفتش يبان لكم صح ليا. وهذا الصفر هذا البنات غنديرو هنايا نبقى هكايا نستي البيض هنايا والصفر هنايا. بقاو معايا ما تشوفوا البنات. كما كتشوفوا عندي 5 ديال البيضات هذا المح غنحطهم على جهه والبيضه البنات هذا غادي نضرب غير الابيض تيولي ليا كالخميره. الا بغيتي يصدق ليكم هكايا تيولي ليكم كريم خاصكم تخرجوه من الثلاجه نهار قبل باش البنات يصدق معاكم. بقاو معايا ما تشوفوا. هانتوما البنات باش يجي ناجح معكم كتخرجيه من الثلاجه من قبل تيجي خميره. هادشي علاش كنقول لكم انا غنديرو في الثلاجه وندير معكم الاخر باش ما يراه مع الحال سخونه البنات. داكشي علاش البنات غنخلط هاد الصفر مع البيض. هذا هو الطريقه اللي كتجي ناجحه 100% البنات. مع هاد الصفر غنخلطو مع السكر وغادي نضربهم مزيان وعاد نخلطهم كلشي مع كاوكاو. بقاو معايا لان انا الخوخ كيما شفتو راه ما درتش فيه السكر لان الخوخ جا حلو. الا ما كانش عندكم البنات الخوخ حلو الا ما كانش الخوخ حلو من الاحسن ديروا شويه د السكر. دابا انا شفتو 100 غرام ديال السكر انا غنخلط هادشي مزيان 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 وانا معاكم. بقاو معايا ما تشوفو البنات. نتوما ضربتو تا ولا خميره هاد الصفر ديال البيض مع السكر. دابا غنبقى نخلط هنايا. غندير البنات جوج عواشق ديال الكاوكاو. كاوكاو راه مهرمش البنات ماشي خاصكم ديروا داك. وندير جوج عواشق ديال الصفر البنات كويا خميره في شويه الخدمه لاني راه تيجي بنين البنات بنين بنين وخفيف شي هذا تيجي خميري. تبقاو ديروا جوج عواشق من هنايا وتتهزي من التحت البنات باش ما نديروش هذا البيض. نبقاو نديروه كويا حتى نساليو هذه الكميه هذه ديالنا ديال الكاوكاو وديال هذا ونبقى ثاني نزيده كويا وغادي ان شاء الله تنسالي الكيك ديالي المعمر اللي بلا دقيق وليني راه كاوكاو بنين. علاش درت لكم كاوكاو البنات؟ على حساب هوبس على حساب راكم عارفين الاحسن كاوكاو اللي بغى يديروه هما اصلا كيديروه باللوز وليني تنفضل الكاوكاو البساطه وما احلى البساطه. بقاو معايا انا غنساليه كويا البنات. انتوما كتشوفوا هذا هو القوام كويا ما غتزيدوا على 200 غرام حتى حاجه البنات. البنات انا غنديرها في هذا المول هذا ديال الكيك غندير غير نص طيب ليا عاد ندير نص لاخر. انا نقول لكم شحال غنخلي. انا درت عيني ميزاني غندير هاد النص واحد 10 ديال الدقائق في الفران راه ما غيتحرق ما والو. 10 ديال الدقائق ونجبدو ونعمرو بالخوخ
ونكمل معكم عاد النص الاخر غنديرو في الثلاجه. البنات بقاو معايا ما تمشيو فين، لان ما فيه لا دقيق لا خماره. البنات هو الخليط ديالي ديال الخوخ اللي طيب هو هذا. انا غنجيب الكيك ديالي البنات، او الكيك ديالي هو هذا البنات، الحليه الكيك ديالي هو هذا طاب نص طايبه. غنرمي فيه هذا الخليط، راه ما غاديش تقولوا غيتحرق لان كنديرو دائما مع دغيا كيطيب، والخوخ بهذاك المذاق ديال البنات ديال القرفه. البنات ملي درت لي هاد الاشياء ديال الخوخ من الفوق، انا غادي نرمي عليه نص الخليط ونكمل. البنات هو نص الخليط كما كتشوفوا درته في الثلاجه لان مع الحال سخونه البنات، راكم عارفين ودغيا كيطيب الكاوكاو والبيض راكم عارفين، راه ما كيلحقش ديك 40 دقيقه. راه خليته انا دابا في الفران 15 دقيقه البنات، راه ما غايجيكم محروق من التحت ما والو، تيجيكم داكشي بنين داكشي اللي تبغيو. بغيتو ديروه من الفوق وبغيتو ديروه من التحت، انا كنفضل من الوسط كيجي الكيك ديالك عامر. خليكم معايا حتى الأخيرة البنات. البنات هانتوما ملي عمرتها انا غنديرها في الفران ثاني واحد كتر من 16 دقيقه، وغادي نقول لكم ان شاء الله كيفاش. البنات هالكيك ديالنا دابا طاب، جبت هادي اللي ما تيبقى والو، الكيك ديالنا موجود البنات، هي دابا موجوده، غنخلي غير تبرد وغادي نوجدها معكم. البنات انا قلبتها دابا شفت واش لاصقه ولا لا، يا هادي الكيك ديالها. ثم كتشوفوا كيفاش كتجي عامره من الجنيبات، خليكم معايا البنات. انا درت فوق غير شويه ديال القوق غير الزين وصافي، ما بغيتش نقطعها بشي حاجه كما كيبان لكم. هذا باش نقطعها ان شاء الله، باش غتشوفوا قدامي كيفاش كتجي، راه رطبه البنات وكتشوفوا راه ما كتجي لا محروقه لا حتى شي حاجه، كتجي عامره بالنص. بغيتي ديروا فوقها حتى الخوخ من الفوق بحال كما تيديروا التفاح، هانتوما شفتوا البنات كيفاش كتجي عامره ورطيبه، وتجي من السما بديك ريحه القرفه البنات. البنات هذا هو الكيك بلا دقيق بلا خماره اللي كيجي بالخوخ عامره البنات، هانتوما كتشوفوا من الداخل من برا كيجي عامر.